مشاهدينا معكم في بث مباشر من دبي، من بيروت، من القاهرة، ومن القدس، من كل مكان في اليوم على الحرة. يوم جديد أجدد التحية لكم فيه في اليوم على الحرة. أنا إنجي أنور، وفيه حكايات المدونين والربيع العربي، من مجرد خواطر إلى مطالب ثورية، وعن موسم جوائز نوبل لنا وقفة، عن شتاء البحث العلمي العربي. يا باسل، وأنا عارفة أنك أنت ممكن تكون من المدونين، أو يعني ليك في المواضيع دي. مدونين ليه في الإنترنت، لكن بالزبط. التدوين في حد ذاته أصبح تهمة مؤخرا يعني، فحاول أتحشى خالص. لكن طبعا في معنا برضو موضوع شتاء البحث العلمي العربي، وأعتقد نحن هنا في العالم العربي نادرا ما يكون عندنا شتاء، لكن الموضوع لما بيجي للبحث العلمي تلاجة. طيب، ربنا يستر ما تبقاش دي فريزر بعد شويه. احييكم، انا باسل صبري، وعن امال طبيه جديده نروي حكايه نجاح تركيا. ومن ام درمان، شغب الملاعب العربيه للاسف هذه المره بيد رؤساء انديه عربيه. كل هذا والمزيد بعد وقفه عند ابرز محطات اليوم، من بيروت والقاهره والقدس، ومن هنا من دبي. حملات اجتماعية لمساندة الأطفال مرضى السرطان، وتشجيع الدراسة الموسيقية والفنية عند الأطفال. مشاهدينا، أنا منى وهبي، أرحب بكم من بيروت. ما هي فرص الحركات السياسية وائتلافات الشباب وأحزاب ما بعد الثورة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وهل يتحول حلم الإسعاف الطائر إلى حقيقة في مصر؟ ومتى يتحقق ذلك؟ أنا عمرو خليل، أحييكم من القاهرة. إسرائيل الأولى إنفاقاً على البحث العلمي، ومهرجان شاشات في رام الله، معالجة سينمائية لقضايا المرأة حصرياً بتاء التأنيث. أنا إيمان حداد، أحييكم من القدس. فيلم دولفين تيل في صدارة الإيرادات، ولقاء خاص مع الفنانة اللبنانية تريسي، والمزيد من أخبار الفن معي أنا فاتن زين الدين، أحييكم من دبي.